السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذا اليوم استضافة سعادة العميد لكلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور منصور البراك للتحدث في جلسة حوارية حول فعالية البرامج الأكاديمية في تمكين ريادة الأعمال، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. بداية أرحب بك دكتور منصور، ويسعدني أن أقدم هذا اللقاء معكم. لدينا اليوم عدة محاور، نبدأ بالمحور الأول عن ما هي ريادة الأعمال ومنظومة ريادة الأعمال. تفضل دكتور. السلام عليكم. بداية أشكرك أستاذ مساعد على تقديم وتنسيق هذا اللقاء الحواري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يستفيد الجميع مما سنناقشه اليوم. بداية من المهم جدا أنه نبدأ بتعريف ريادة الأعمال. ما هي ريادة الأعمال، أو ما المقصود بمصطلح ريادة الأعمال؟ التعريفات كثيرة، وبعضها قد يكون أكاديمي أكثر من أنه متداول بين الناس، لكن بشكل عام نقدر نعرف ريادة الأعمال وهي عملية إنشاء منظمة أو مجموعة منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء عمل أو أعمال جديدة أو أحيانا الاستجابة لفرص جديدة عامة. هذا مصطلح بشكل عام، لكن بالإمكان كذلك القول أن ريادة الأعمال هي القيام بعمل ما بطريقة مختلفة أو في وقت مختلف أو بفكرة مختلفة. عندما نتحدث عن منظومة ريادة الأعمال، فمنظومة ريادة الأعمال تتكون من الكثير من العناصر التي بتكاملها تكون منظومة ريادة الأعمال فعالة وعملية وداعمة لرواد الأعمال. أهم عنصر في منظومة ريادة الأعمال من وجهة نظري هو ثقافة المجتمع وثقافة الأشخاص ومعرفتهم بريادة الأعمال وأفكار ريادة الأعمال. العنصر الآخر هو البنية التحتية، ويقصد فيها التكنولوجيا وتوفر الاتصالات وكذلك تقنية المعلومات. القطاع العام أحد العناصر المهمة، ويقصد بالقطاع العام الوزارات الحكومية، سواء وزارة التجارة أو وزارة المالية أو الجهات المنظمة لقطاع الأعمال في المملكة. كذلك الجهات المالية يقصد فيها الجهات الداعمة، جهات التمويل، وتشمل البنوك والمؤسسات المالية. كذلك هناك القطاع الخاص، ويقصد بالقطاع الخاص الشركات الموجودة في السوق، سواء كانت شركات كبيرة أو شركات متوسطة أو صغيرة. وأخيرا الجهات الأكاديمية، وتشمل الجامعات والمدارس والمعاهد التي تقدم التدريب في جميع المجالات أو جميع التخصصات. شاكر لك دكتور. محورنا الثاني هو عن الرابط بين ريادة الأعمال ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. هناك رابط بينهم؟ بكل تأكيد هناك رابط بين ريادة الأعمال ورؤية المملكة 2030. أعتقد أنه رؤية المملكة 2030 هي خطة طموحة جدا لتحقيق مكانة أعلى للمملكة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي أو التعليمي. أحد محاور الرؤية هو محور اقتصاد، هو محور الاقتصاد المزدهر، وأحد الأهداف هو أن تكون فرصه مثمرة لما نتكلم عن الاقتصاد. وهناك نقطتين أكدت الرؤية على ريادة الأعمال، وهي نتعلم لنعمل. فذكرت الرؤية أننا سنركز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال. أحد العناصر الأخرى والمرتبط ارتباط مباشر هو دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تم تحقيق أو البدء في تحقيق الهدف، هدف الدور الأكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوج ذلك بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
كذلك إزالة بعض العقبات، تسهيل الوصول للتمويل، تمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، كذلك إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب المتخصصة وصناديق تمويل المشاريع لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومعارفهم. بشكل عام، لنتكلم قبل الرؤية أو قبل 2015، كان من النادر جدا أن نسمع الحديث عن مسرعات الأعمال أو عن حاضنات الأعمال. بدأ العمل في التمويل وإعطاء الفرص الأكبر لرواد الأعمال مع بداية الرؤية وتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. طيب دكتور، عن الواقع الحالي، ما هو الواقع الحالي لريادة الأعمال بالمملكة؟ أعتقد أنه اليوم المملكة في الطريق إلى تطور أكبر وأفضل في ريادة الأعمال. نتحدث اليوم أنه المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث يبلغ الناتج المحلي 680 مليار دولار. كذلك لدينا صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعتبر من أكثر المستثمرين غزارة في الشركات الناشئة خارج المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عندنا هدف من أهداف الرؤية، وهو أن يصبح رأس مال أو صندوق الاستثمارات العامة 2 تريليون دولار بنهاية 2030. كذلك تقدمت المملكة 12 نقطة عالمياً في ريادة الأعمال. من العام 2019 كان مركز المملكة 54، في عام 2020 مركز المملكة ارتفع إلى 42. إضافة إلى ذلك، نسمع اليوم ونرى بعيوننا التزام عالي في عملية الدعم ممثلا في الحاضنات والمسرعات، وكذلك رأس المال الاستثماري. وأعتقد أنه إنشاء هيئة الاستثمار الجريء أو شركة الاستثمار الجريء هو أحد ممكنات زيادة مبالغ التمويل والاستثمار في ريادة الأعمال. ممتاز. طيب دكتور، عن ما هو دور الجامعات في توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال؟ أعتقد يعني دور الجامعات اليوم يتمحور في عدة نقاط عندما نتحدث عن ريادة الأعمال. أولاً، أحد أدوار الجامعات هو دعم أنشطة ريادة الأعمال والتي تتناغم مع رؤية المملكة 2030. وأعتقد أن الجامعات وصلت إلى مرحلة جيدة في هذا المحور. المحور الآخر هو نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع، ونرى جهود كبيرة للجامعات كذلك في هذا المحور. فكذلك تعزيز قدرة نظام التعليم في الجامعة لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. أعتقد اليوم أصبح واقع في الجامعات مع نظام الجامعات الجديد هو التركيز على البرامج التي يتطلبها سوق العمل. كذلك نرى اليوم حراك كبير في الجامعات في المملكة عندما نتحدث عن مراكز ريادة الأعمال، وكذلك بناء حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وتفعيلها. ونهاية، المحور الأخير هو بناء بيئة عمل مميزة تحقق رسالة الجامعة. فنحن لا نتحدث فقط عن تمكين ونشر الثقافة لدى الطلاب، وإنما أن تكون الجامعة مثالاً يحتذى فيه في ريادة الأعمال في أعمالها ونشاطاتها الأساسية. جانب مهم بخصوص مخرجات التعليم في الجامعات، هل لكم بشرح ربط مخرجات التعليم أو لنا بربط مخرجات التعليم في الجامعات بريادة الأعمال وقطاع الأعمال كذلك؟ أعتقد أن الجامعات أدوارها في هذا الباب كثيرة. سأحاول أن أختصر وأقول أنه من أدوار الجامعات تمكين ريادة الأعمال داخل الجامعة. كذلك من النقاط المهمة هي إدراج المناهج واستحداث تخصصات في ريادة الأعمال، وأعتقد أنه عدد جيد من الجامعات اليوم عمل على ذلك. هناك كذلك تعزيز وتحصيل الابتكار بالتكامل، تعزيز قدرات الابتكار جانب مهم جداً.
تطوير الكوادر البشرية بمهارات في المستقبل، وكذلك الاستثمار في المشاريع الواعدة ذات العوائد الاقتصادية العالية. أنا أعتقد أن الجامعات اليوم حققت جانب كبير في مجال المعرفة في ريادة الأعمال، يشمل ذلك إدراج مقررات ريادة الأعمال في أغلب برامج الجامعات، وكذلك فتح بعض التخصصات والبرامج. أعتقد أن النقطة المهمة اليوم هي أنه التركيز على مهارات ريادة الأعمال وليس الجانب المعرفي من ريادة الأعمال. هناك الكثير من مهارات ريادة الأعمال التي يجب علينا كجامعات أننا نجهز طلابنا بها. هل يمكن ذكر نماذج لتجارب عالمية ومحلية ناجحة؟ قبل ذلك بودي أني أوضح بعض المهارات التي عندما نتكلم عنها في ريادة الأعمال من المهم جداً أن الجامعات تفكر في كيف تجهيز الطلاب بهذه المهارات التي تسمى المهارات الناعمة، أو في بعض الأحيان قد تسمى مهارات ريادة الأعمال. أحد المهارات هي الابتكار، اتخاذ القرار، كذلك التعامل مع المتغيرات، العمل الجماعي، مهارات التفاوض وضبط النفس وضبط الذات، كذلك قدرات الكتابية والتواصل، وأهمها هو الثقافة المالية. أعتقد أن السؤال الفرق بين إدارة الأعمال وريادة الأعمال. إدارة الأعمال هو علم إدارة الشركات أو إدارة المؤسسات أو إدارة الهيئات، يرتبط تعليمنا لإدارة الأعمال ببعض العلوم الأخرى المرتبطة بتخصصات أخرى مثل التسويق وإدارة الموارد البشرية وغيرها. ريادة الأعمال ليست حصرا على تخصص إدارة الأعمال، بل بالعكس كثير من رواد الأعمال اللي أسسوا الشركات اللي وصلت إلى مستوى عالمي ما كانت تخصصاتهم في إدارة الأعمال، وإنما كانوا في الهندسة أو في التخصصات الأخرى. ريادة الأعمال هي فكر واستخدام قوة معينة في تخصص معين أو فكرة معينة وتحويلها إلى واقع أو إلى منتج في سوق العمل، أو تأسيس شركة تحل مشكلة موجودة في سوق العمل. إذا أخذنا على المثال تجربة مثلاً هنجر ستيشن في السعودية، هي تجربة خلقت أو شركة خلقت أو فكرة مشروع لحل مشكلة يواجهها المجتمع. أغلب الشركات اللي تنجح نجاح باهر جداً يكون السبب هو حجم المشكلة أو قلة عدد الأشخاص الذين يقدمون حل لهذه المشكلة. إذا وجدت حل جديد لم يسبق لأحد التفكير فيه، فهذا يعزز من فرص نجاح مشروعك إذا كانت المشكلة حقيقية. هناك استفسار آخر عن متى، يعني متى تفتح حاضنة للأعمال بالجامعة؟ هل هناك يعني توجه لفتح حاضنة أعمال في الجامعة السعودية الإلكترونية؟ الجامعة الآن بقيادة سعادة رئيسة الجامعة تسير بخطى رائعة جدا إلى مستقبل مبهر بإذن الله. أحد البرامج التي تعمل عليها الجامعة هو إعادة هيكلة الجامعة، وبعد مع إعادة الهيكلة الجديدة ستكون هناك وكالة جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، وسيندرج تحتها حاضنة أعمال للجامعة السعودية الإلكترونية، وكذلك مركز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي. نتطلع إن شاء الله أنه تقر الهيكلة الجديدة مع بداية السنة الميلادية القادمة، مما يتيح فرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين كذلك للاستفادة من خدمات مركز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي. ممتاز. في استفسار لدينا هنا أنه عن هل بالإمكان تقديم نصيحة أو توجيه للأشخاص المبتدئين ولديهم الرغبة في الدخول على سوق الأعمال؟ أيضا بشكل عام، ما هي الأشياء التي تساعدهم على النجاح
وعدم يعني التعثر في المشاريع الريادية. أعتقد أنه البحث ثم البحث ثم البحث، اليوم مع التطور التقني ومع تحول أعتقد الحكومة إلى حكومة إلكترونية، وكثير من الجهات اليوم تقدم معلومات وبيانات مجانية، فأصبح من السهل القيام بأبحاث عن السوق أو دراسة جيدة للسوق. أذكر على سبيل المثال في السابق لما نتحدث عن عدد، لما نبغى نقيس مثلا في التسويق أو في الدراسة التسويقية عدد مثلا الزبائن المحتملين، كانت التوصية أنه تذهب مثلا إلى أحد المنافسين وتقضي بعض الوقت في تسجيل عدد الأشخاص اللي يدخلون ويخرجون وعدد المنتجات اللي قاموا بشرائها. هذا في السابق، اليوم أصبح عندنا مؤشرات أخرى. أحد المؤشرات هي على سبيل المثال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نستطيع أن نعرف عدد المتابعين لشركة معينة أو لمنتج معين. كذلك كثير من الشركات اليوم تسعى إلى إدراج بياناتها أو إدراجها في سوق الأسهم السعودي، فهذا مقياس لمعرفة حجم السوق. النصيحة الأولى زي أود أن أكررها وأعيدها، هي أن تبحث عن المعلومة، اقضي أطول وقت ممكن في البحث عن المعلومة ودراسة وقراءة السوق. المعلومة الثانية، نسمع كثير الاستفادة من دروس الآخرين، وهذه نصيحة أعتقد أنها جيدة وفي مكانها، لكن فشل الآخرين لا يعني فشلك. كل مشروع له ظروفه الخاصة وله معطياته الخاصة واللي قد تختلف بين مشروع وآخر. المهم أو جوهر أي مشروع ريادي اليوم هو أن يحل مشكلة قائمة فعلا. بعض الأشخاص يسأل ما هو المقصود بالمشكلة؟ على سبيل المثال أحد المناطق المعينة لا يتوفر فيها مثلا مقهى يوفر خدمة معينة رغم كثافة سكانية في هذه المنطقة. هذه مشكلة موجودة ممكن معالجتها مثلا بفتح مقهى في هذه المنطقة. مثال آخر، لما ندرس أحد المناطق ونكتشف على سبيل المثال أنه مثلا ما في شركة توصيل في هذه المنطقة، قد تكون هذه مشكلة نبحث لها عن حل ونقيس عليها. هذه أفكار بسيطة لبعض المشاريع. بأخذ مثال آخر، اليوم أو البارح سمعنا خبر استحواذ ويسترن يونيون على اس تي سي باي وشراء حصة كبيرة. اس تي سي باي عالجت مشكلة كانت موجودة وهي الحوالات الدولية. في السابق كان من الصعب التحويل الدولي، اس تي سي باي ركزت على فكرة أن الحوالة أصبحت سهلة جدا، وبتطبيق في جوالك تستطيع تحويل أي مبلغ لأي دولة في العالم، وهذا سبب نجاح مثل هذا المنتج أنه فعلا حل مشكلة قائمة. فعلا البحث عن المعلومة وقراءة السوق يعني بشكل جيد يساعد على عدم التعثر في بدء أي مشروع جديد، سواء للمبتدئين أو أيضا للممارسين لهذا العمل. في سؤال أنه يذكر ما هي ريادة الأعمال، وهل يعني الشخص يحتاج إلى أن يتعلم، يعني هل ريادة الأعمال تحتاج أن يتعلمها الشخص بالجامعة؟ أعتقد يعني أنه هل المقصود بهذا السؤال أنه هل فقط التعلم فيها بالجامعة، أو بشكل عام هناك يعني أماكن أو منصات أخرى للتعليم؟ وأيضا الشق الآخر من السؤال، ما هو تعريف ريادة الأعمال باللغة الإنجليزية، وأيضا هل هو نفس فكرة مسمى رجل الأعمال؟ ببدأ بالسؤال الأول، وهو هل ريادة الأعمال تحتاج أن يتعلمها الشخص بالجامعة؟ ممكن نعم، ولكن ما هو حصر أو شرط أن تتعلمها بالجامعة. احنا في عصر اليوم
أصبح التعليم سهل المنال. في السابق كان من الصعب جدا أن تحصل على التعليم أو تصل إلى التعليم، اليوم أصبح التعليم في متناول الجميع. يستطيع الشخص أن يتعلم ذاتيا ويعرف كل ما يحتاجه في أي مجال أو أي تخصص معين. فهل حصر التعليم أو تعليم ريادة الأعمال في الجامعة جيد أنه الإنسان يتعلم في الجامعة؟ لأن الجامعة فيها حافز وفيها ستراكتشر معين للتعليم، فتضطر إلى إكمال لو كانت مقرر أو لو كان برنامج. بينما التعليم الذاتي يحتاج إلى انضباط أكثر وتركيز أكثر. السؤال الثاني فيما يتعلق ب هل هو نفس فكرة مسمى رجل الأعمال؟ في تقارب وتداخل كبير بين رائد الأعمال ورجل الأعمال، في تعريفات كثيرة متداولة، لكن رأيي الشخصي الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال هو أن رائد الأعمال دائما يبحث عن حل جديد، حل غير تقليدي لمعالجة المشكلة، بينما رجل الأعمال يقوم بتطبيق حل تقليدي متداول أو موجود في السوق لحل نفس المشكلة. تعريف هذا رأيي الشخصي. في سؤال أعتقد من ملاك، مساعد إذا تستطيع أنك تجاوب عليه. الدورات عن ريادة الأعمال طبعا تشكل دائما جدول لكل فصل دراسي. احنا الآن في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، قدمنا تقريبا مجموعة من ريادة الأعمال في مختلف المجالات التخصصية ريادة الأعمال. غدا لدينا دورة في برضو تابعة ريادة الأعمال عن التسويق الرقمي، وأيضا يوم الخميس عفوا لدينا دورتين عن ريادة الأعمال، دورة تتحدث عن التسويق الرقمي لرواد الأعمال، والدورة الأخرى تتحدث عن التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال. جميع هذه الدورتين تقدم بالمجان سواء لطلبة من داخل الجامعة أو لخارج الجامعة، يكون بها إن شاء الله نتطلع للفائدة، نتحقق يعني الفائدة المرجوة منها. وإن شاء الله قادما راح يكون في كثير وسلسلة من البرامج والدورات والورش العمل واللقاءات أيضا عن ريادة الأعمال. سؤال عن التحدث عن الدراسات البحثية غير برنامج الماجستير والدكتوراه، هل تتبناها الجامعة دكتور منصور؟ بسؤال موجود لدينا هنا. إذا كان اللي يرغب بالدراسة هو أحد طلاب الجامعة، أعتقد تتبناها الجامعة وتدعمها كذلك، خصوصا إذا كانت مشروع بحثي في برنامج الماجستير. في برنامج البكالوريوس إذا كانت الفكرة يعني خلاقة وجيدة تدعم كذلك، سواء من عمادة البحث العلمي أو من عمادة القبول وشؤون الطلاب. كذلك الجامعة تقدم دعم لمشاركة الطلاب في أي مسابقات خارجية، سواء داخل أو خارج المملكة، إذا كانت في أي مجال ممكن. إذا كانت على سبيل المثال مشاركة في مؤتمر بحثي بورقة علمية أو بفكرة، فالجامعة تدعم ذلك. أو إذا كانت مشاركة في أي مسابقة كذلك في دعم مقدم من الجامعة لمثل هذه المشاركات. أيضا إذا كان هناك أي رغبة مستقبلية عن الاستبصار، لديكم بريد الأنشطة الخاص في الكلية، بالإمكان الاستبصار إذا كان التسجيل في برامج التدريب الخاصة بريادة الأعمال، وأيضا عن المشاركة بالنسبة للرواد ورائدات الأعمال بالجامعة، بالإمكان المشاركة من خلال الأنشطة من قبل الكلية والجامعة. ختاما نود أن نشكركم جميعا، ونتمنى إن شاء الله نتطلع إلى حضور إن شاء الله حضوركم في برامج وندوات وورش عمل أخرى. شاكرين لك دكتور منصور على هذا اللقاء المفيد والقيم. الشكر لكم جميعا.
على تنظيم هذا اللقاء، وسعيد جدا بحضوري، واستمتعت كثيرا بالأسئلة اللي وردت من الطلاب والحضور. شكرا لكم على مبادراتكم وإثراءنا بهذه المعلومات القيمة. سائلين الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.